السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع. ما ترونه أمامكم هو نموذج لشتلة تين بإنبات جيد ممتاز رائع. هذا نموذج آخر، يعني تفرع الأوراق الحديثة والقمم النامية ذات اللون المبهج. هذا النموذج الذي أمامكم حاليا هو نموذج لنمو سيء، نمو متوقف، أوراق متجعدة، تساقط أوراق من حين لحين، يعني فشل في النمو. نريد أن نضعكم أمام تجربة هي التي قادتنا إلى هذه النتائج السيئة، ونريد أن نضع أمامكم حلا ممتازا باستعمال مادة سحرية رائعة ستعيد لشتلاتكم النشاط والحيوية كما تحبون. إذن إليكم العملية بالتفصيل. أولا نضع الشتلات المتضررة داخل ماء، داخل الماء، يعني ننقع داخل سطل ممتلئ بالماء، والهدف هو إزالة العقلة من داخل التربة ومعها كل شبكتها الجذرية عن آخرها. نحاول دائما نحتفظ بالشبكة الجذرية مرتبطة وملتصقة بالعقلة، ولذلك نعمل هذه الطريقة، ننقع في الماء حتى تتساقط الأتربة بدون ما تجر معها ولو جذر واحد. إذن على هذا الشكل كما تلاحظون حصلنا على الشبكة الجذرية المتوفرة، فهي كما ترون لون أسود، مما يدل على أن النمو ليس على أحسن ما يرام، سواء النمو الجذري أو الورقي أو البراعي. نقوم بعملية تنظيف للشبكة الجذرية وكذلك للغصن أو العقلة. نعمل على شفط كل الأتربة الملتصقة، بحيث أن هذه الأتربة تكون كذلك محملة بنسبة من الأملاح، وهو السبب الرئيسي المتسبب في هذا الضرر، خاصة يعني الجزء الذي يقع فيه تماس بين سطح التربة والغصن. في هذه المنطقة تتراكم أملاح بسبب الري المتكرر، نقوم بفركها جيدا حتى نزيل الطبقة الملحية الملتصقة، فهي تظهر للعيان بلونها الأبيض المعهود. إذن نقوم بالغسل الجيد والشفط الرائع الممتاز. حتى نتأكد من أن العقلة تم تنظيفها بشكل جيد. لاحظوا بأن هذه الشبكة الجذرية من حين لحين نرى بعض البياض، يعني في الجذور، وهذا بصيص أمل. كلما كانت الجذور تميل إلى البياض، هذا دليل على أن الحياة لا زالت تذب بداخلها. بعد ذلك نمر إلى المادة السحرية العجيبة التي سنستعمل، وهي مادة ماء الأكسجين أو بيروكسيد الهيدروجين. بيروكسيد الهيدروجين أو ماء الأكسجين يباع في الصيدليات، وكذلك يباع عند باعة مواد التجميل. نحاول أن نحصل على بيروكسيد الهيدروجين بنسبة من 9، تركيز 9% وما تحت، ما بين 5 إلى 9. هذا مناسب للاستعمال في حقل النباتات. إذن نضع في نصف لتر من الماء حوالي
حوالي 3 ملي، ثم نخلط جيدا ونقوم بالعملية المعهودة، وهي عملية نقع العقلة داخل هذا المحلول لثلاث دقائق أو 4 دقائق فقط. إذن في انتظار الدقائق المذكورة نقوم بإعداد التربة، وهنا أنبه بأنه لا ينبغي تكرار الخطأ الذي قادنا إلى هذه العملية المتكررة، ألا وهي اختيار تربة خفيفة مزودة بالرمل بشكل جيد. عندي هنا تربة مضبوطة، إن شاء الله لن تمر إلا أسبوعين أو 3 أسابيع فتظهر براعم جديدة إن شاء الله كما جرت العادة والتجربة. بعد النقع نأخذ العقلة من جديد ونقوم بشفط المياه التي تحتوي على المحلول، محلول ماء أكسجين أو بيروكسيد الهيدروجين، نقوم بشفطها ثم نزرعها داخل التربة الرملية بهذه الطريقة. لمن يقطنون مناطق، وهذا شائع في معظم دول المغرب الكبير والشرق الأوسط، الأراضي في غالب الأحيان تكون ذات طابع ملحي، ولذلك قبل الزرع والتشتيل في هذه التربة وإن كانت رملية كما أشرنا لابد من تنظيفها، وذلك بإغراقها بالماء، يعني سقيها سقي متكرر مشبع حتى نزيح منها ما يمكن إزاحته من الأملاح. الأملاح أمر حتمي بالنسبة لهذه المواقع الجغرافية التي ذكرنا. إذن نعيد التربة في الإصيص ونسقي الإصيص، وستنجح إن شاء الله. قلت كما جرت العادة دائما نعمل هذه التجربة فهي سهلة ونتائجها مضمونة بحول الله. إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة، كذلك شاركوا هذا المحتوى على نطاق واسع لتعم الفائدة، وتذكروا بأن الدال على الخير كفاعله، ولنا موعد مع أفكار أخرى جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.